اهلا بكم في محورنا الثاني راح نحدث فيه حول فلسطين المحتله وما يحدث هناك، نقاش مع الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جلال الرماني. استاذ جلال مساء الخير. مساء الخير لكم للسادة المشاهدين. استاذ جلال، يعني بدي ابدا من تصريح الرئيس الفلسطيني الاخير الذي يدعو للاستقرار والامن والعمليه السياسيه من جديد. ياتي هذا التصريح في اطار تهديد من المقاومه للاحتلال بان اي مس في رموزها يكون له رد قاسي، اقتحامات مستمرة. هذا المشهد الفلسطيني إلى أين يتجه اليوم؟ الحقيقة أن الساحة الفلسطينية اليوم يوجد بها خطابان. الخطاب الأقوى والذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة الذي يعبر عن خط المقاومة، متمثلا بأحداث الضفة الغربية، متمثلا بما تعده الآن غزة وإمكانية اندلاع حرب معها، خصوصا في ظل إذا نفذت إسرائيل تهديداتها باغتيالات ما، في ظل ما تأمل غزة من وراء تحالفها مع الجبهة الشمالية مع حزب الله أن تكون هناك معركة متعددة الجبهات. والخطاب الثاني هو الخطاب السياسي الذي لم يتغير منذ 2006 وحتى يومنا هذا، ألا وهو أن لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات. إسرائيل تستغل هذا الشعار فتقوم بتوسيع الاستيطان، تقوم بالاقتحامات الليلية وبالاعتقالات، بالتنكيل في الأسرى، بحصار قطاع غزة، والقائمة طويلة. بطبيعة الحال في ظل فشل الخطاب الثاني أن يحقق شيئا للفلسطينيين في أن يخفف عنهم ولو قليلا من هذا التنكيل، يكون الخطاب الثاني أقوى، ومن هنا يكمن التناقض في الخطاب الفلسطيني الداخلي. إلى أين كل ذلك؟ كيف سيكون تأثيره على الشارع الفلسطيني؟ هذه الاقتحامات، هذا الاستمرار والتوسع في الاستيطان، كيف سينعكس فلسطينيا؟ يعني اليوم ماذا يملك الفلسطيني أن يفعل إذا كانت قياداته منقسمة، ليست على قلب رجل واحد، والقضية وكأنها تضيع اليوم؟ أحياناً الأحداث الكبيرة تأتي أكبر من الأفراد وحتى من الشعوب، فتفرض الشعوب موقفها بعد هذه المواقف الكبيرة. الآن السيناريو الموجود والذي تتكلم عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية كثيراً من أن خطأً ما يمكن أن يقع، سواء بما يخص الجبهة الشمالية أو مع غزة، أو أن تقوم إسرائيل بعملية اغتيال ما، أو أن تقع عملية فدائية كبيرة ذوبال في الضفة الغربية، فيمكن أن تفجر الأوضاع كلها. مراكز الاستخبارات العسكرية ومركز البحث القومي مثل INSS منذ أشهر يحذر الحكومة الإسرائيلية من أن حربا شاملة يمكن أن تقع وتشارك فيها كل الجبهات. الشعب الفلسطيني سينحاز إلى هذا الخيار. لا أقول ذلك كون أنني أميل لهذا الخيار أو للخيار الآخر، إنما ما أقرأه أنا عبر الصحف الإسرائيلية وعبر قناعات الشعب الفلسطيني. لذلك مطلوب من القيادة الفلسطينية إن لم توجد إجابات مقنعة عبر مسيرتها السياسية أن تكون صريحة مع شعبها بأن المسيرة السياسية حقا وصلت إلى طريق مسدود، وإن لم تمتلك تقديم البديل كالبديل الذي قاده الراحل ياسر عرفات رحمه الله، فعلى الأقل أن تكون صريحة بأن العمل السياسي لم يعد مجديا، ويا ريت إنه هو صفر، بل هو يستغل من قبل الاحتلال كما ذكرت لك من أجل إعدام أي خيار لإقامة دولتين فلسطينية عبر التوسيع. لكن أستاذ جلال، طب ما السؤال شو الخيارات أمام السلطة؟ لا أتحدث، الطرف الآخر يتحدث بوضوح، الرد سيكون مزلزلا إذا كان هناك أي عدوان أو اعتداء أو اغتيال لأي من القيادات أو من رموز المقاومة الفلسطينية. لكن السلطة ماذا تملك من أدوات اليوم؟ هل هي أمام خيار حل نفسها، الرحيل، إلغاء الاتفاقيات؟ هل هذا ممكن غير ممكن دوليا فلسطينيا؟ أعتبر وجود السلطة خصوصا في الأبعاد الخدماتية إنجازا للشعب الفلسطيني. فالسلطة ليست مضطرة بأن تحل نفسها في البعد الخدماتي كجهاز الصحة، جهاز التعليم، أو حتى جهاز الشرطة الذي يعني الأمن الجنائي العادي، لكن في البعد السياسي نعم،
يجب على السلطة الفلسطينية أن تفكر بأن تقوم بتجميد كل الاتفاقيات السابقة وأن ترمي ملف الاحتلال في حضن الاحتلال، وبالتالي الاحتلال يدرك أن هذه المسألة لو أعلنت، لو وجدت الجرأة لإعلانها، هذا معناه انتفاضة ثالثة. وبالتالي كما أن الانتفاضة الثانية دفعتهم ثمنا سياسيا باهظا بأن قاموا بهدم مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات في الضفة، وكان يمكن لو أن هذه الانتفاضة حافظ عليها أن تنسحب إسرائيل على الأقل إلى الجدار العازل ليصبح هو جدار التفاوض في المستقبل. إن كانت الانتفاضة الثالثة فيمكن أن تكون أكثر خطرا فتدفع إسرائيل الثمن مرتين. السلطة تدرك هذه المسألة، لكن تدرك أيضا بأن الثمن قاسي جدا، معناه قوافل من الشهداء ومعناه استنساخ الانتفاضة الثانية، وبالتالي إسرائيل تقوم بالعصا والجزرة بإلغاء كل الامتيازات التي قدمت لأشخاص ما أو لقيادات ما. حقيقة أن مثل هذا القرار يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى ياسر عرفات رقم 2، ويبدو هذه المسألة غير المتوفرة حتى الآن بالمسيرة التي نراها منذ سنوات طوال. إذن يعني ماذا ننتظر اليوم؟ ماذا ننتظر من جميع الأطراف؟ هل ننتظر انفجارا جديدا في فلسطين، كل فلسطين، أم أن هناك يعني بعض الأمور التي قد تحلحل هذه الأزمة إن وقعت؟ الجزء الثاني من سؤالك، لا يوجد ما يمكن أن تحلحل على رأيك هذه الأزمة، بل الخيار الأول ألا وهو الانفجار الشامل. الرؤية هكذا، بأنه منذ شهرين وأكثر يوجد تغيرات كثيرة على الجبهة الشمالية، ويقوم حزب الله بالتحرش، وإسرائيل لا تتجرأ على الرد، حتى أن أوساط إسرائيلية كثيرة تقول لهذه الدرجة وصلت قوة الردع لدينا إلى التآكل. ويدركون أن قوى المقاومة بغزة وخصوصا حركة حماس تقوم بالإعداد إلى مرحلة المقبلة، ولذلك هي لم تدخل في المواجهة الأخيرة التي دخل بها حزب الله. هذان المتغيران أو هذان الجديدان الجبهتان لديهما أمل كبير بأن الضفة اليوم مستعدة، خصوصا بعد العمليات العديدة التي نفذت منذ بداية العام والتي أدت إلى قتل 35 مستوطنا، إلى أن تكون هي الجبهة الثالثة. ويوجد تحليل إسرائيلي خطير، حيث أن مواجهات 2021، مواجهة الشيخ جراح، المسجد الأقصى، فلسطين 48، الحرب على غزة، قد أكدت لديهم أن فلسطيني 48 الذين يعيشون داخل ما يسمى بالخط الأخضر هم اليوم أكثر ميلا إلى الاشتراك بالمقاومة مع إخوانهم في الضفة وغزة. وبالتالي إن حصل هذا السيناريو فكل الأوساط الإسرائيلية تقول إسرائيل ستعاني خطرا وجوديا، نعم، ستدفع ثمنه قاسيا هذه المرة. نعم، أشكرك كل شكر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من فلسطين الأستاذ جلال الرماني. شكرا جزيلا لكم.